أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم افتتاح المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات البدوية والتراثية. أما في بني سويف أطلقت مديرية الصحة والسكان مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة لتعزيز خدمات القطاع داخل المحافظة. كمان أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الخمس أسابيع الأخيرة لقرى المرحلة الثانية في حياة كريمة. وفي اسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة الدقهلية تم افتتاح المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المقام داخل مكتبة مصر العامة بالمنصورة، وتقرر مد فترة المعرض لحين انتهاء العارضين من بيع كافة منتجاتهم، خاصة أن الرئيس السيسي يولي المنتجات اليدوية والتراثية والعاملين بها اهتمام بالغ من خلال تقديم الدعم الكامل ليهم، ومنذ أول يوم عمل له عمل على توفير كافة متطلباتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج. في بني سويف أطلقت مديرية الصحة والسكان مبادرة 20 دقيقة تنقذ حياة لتعزيز خدمات القطاع في المحافظة، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لرفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحية للمواطنين اللي بتوفر دعم لمحور الاستثمار في الإنسان في المقام الأول، وحيث إن المبادرة تهدف لتعزيز دور بنوك الدم في توفير الدم ومشتقاته للمرضى، خاصة الحالات الطارئة والمزمنة، وتأمين المصابين في الحوادث والكوارث لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، تتمثل في توفير كيس دم ومشتقاته بشكل آمن وكافي وفعال. أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال الخمس أسابيع الأخيرة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة. وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 11248 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 872 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس 10 على مدار يومين بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية اللي بتبعد 15 كيلومتر عن أقرب مستشفى، حيث إن القافلة ضمت 8 تخصصات هي بطنة وأطفال ونساء وتنظيم أسرة وجراحة وعظام ورمد وأسنان. شارك في القافلة 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين ليهم، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1564 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل ليهم. أعلنت جامعة المنوفية عن بدء التشغيل التجريبي لأحدث جهاز قسطرة قلبية بالمستشفيات الجامعية وافتتاح وحدة غسيل كلوي بمستشفى الطوارئ، وده في إطار تطوير وتحسين الخدمات الطبية والصحية اللي بتقدمها المستشفيات الجامعية واللي بتتم وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية وضع خطة لإجراء عملية الفحص الطبي الشامل اللي بتستهدف 318296 طالب وطالبة في المراحل التعليمية، وهي الصف الأول من رياض الأطفال والصف الأول بالمرحلة الابتدائية والصف الأول من المرحلة الإعدادية والصف الأول من المرحلة الثانوية. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري أعمال الإحلال والتجديد للعام المالي 2024-2025 بمحطات المياه الكبرى والصغرى لعشر محطات مياه شرب بمراكز جرجة والبلينة ودار السلام بقيمة 20.700 مليون جنيه، حيث تستهدف تلك الأعمال لارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين. شهدت محافظة الأقصر افتتاح أول مجمع خدمات حكومية بمركز أرمنت، وتم تشغيل مجمع خدمات قرية السلام لخدمة ما يزيد عن 22 ألف نسمة، كما تم الانتهاء من إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة، وده الإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن من سكان قرى المركزين، وبيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة اللي بيتم تقديمها داخل المجمع اللي بيشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة محلية ومجلس شعبي محلي ووحدة